وجاسم شاف الجول شاف الجول شاف الجول شاف الجول شاف الجول شاف ناصر العربينية قريبة أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. ندون التاريخ، الذكريات، الأهداف، الأفراح، نجوم اعتزلوا عالم كرة القدم، نسترجع ذكرياتهم وأمور كثيرة في الكرة أهداف. وتبقى الأهداف هي المتعة الحقيقية في عالم كرة القدم. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. في 30/10/1998 في دورة كأس الخليج 14 مملكة البحرين التقى البحرين والإمارات، وكلا الفريقين ما كانوا بالمستوى المطلوب، لا البحرين صاحب الأرض والجمهور ولا الإمارات، ولكن يهمنا هدف المباراة والذي سجل. دعونا نشاهد. ركلة ركنية اللعب بيبعدها وفي المرمى، في المرمى هدف إماراتي، أول أهداف الإمارات، أول أهداف الإمارات. عادل محمد كما تلقى أول إنذار ويسجل أول الأهداف، والوردة الإماراتية راح نشوفها أول أهداف خليجي 14 في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، لقاء البحرين والإمارات. وتلعب الكرة سريعة ناحية المرمى، والكرة إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية، شوف العادة لما لعبت الكرة، لعبها على طول على يسار حارس مرمى محمد صالح، ومسجل أول أهداف الإمارات. شوف الركلة ركنية، شوف لما لعبت الكرة من علي حسن، عادل محمد يلعبها براسه من خلف علي عامر على يسار محمد صالح. في 12/11/1998 في بطولة كأس خليجي 14 في مملكة البحرين التقى الكويت والإمارات، وكان المنتخب الكويتي متوهجا في تلك البطولة، والإمارات متراجعا، لم يعد فريق الزهير بخيت وعدنان الطلياني وآخرين، وكان الفوز كويتيا، وكان تألق لجاسم الهويدي والقصير الماكر بدر حجي العصفور. دعونا نشاهد رباعية كويتية في مرمى منتخب الإمارات. وضربة جزاء، ضربة جزاء، مرمى منتخب الكويت 1، في الدقيقة 20 يسجل بدر حجي ضربة جزاء، جول. وهذه الجماهير الكويتية اللي حضرت وتآزر، هذا بدر، ارفع ايدك وغبطة الشهيدين، نعم ارفع ايدك فوق يا بدر، فوق. 1-1 منتخب الكويت يسجل بدر حجي، وهذه العادة، هذه العادة بدر حجي، صبح لكن صعبة على مصبح، بدر حجي يسجل في الدقيقة 20، 1 منتخب الكويت الوطني. يلا الان صارت لاعب واحد في الخلف له نهير الشمري، وسعد محمد بيان يلعبها لكن توصل الى بشار اللي راجع، لان ايضا الكرات العاليه يحاول يرجع فيها، توصل وتلعب الكره طويله ناحيه بشار، بشار يصلح على جاسم الهويدي، جاسم يصلح جول. يا سلام يا كره ثلاثيه، بشار يصلح على جاسم الهويدي، نزل الاخر تكتب جول. الثاني عز صفق وارتاح واحمد الله يا احمد يا فهد، الله اكبر عليك يا ابو فهد، الله يا منتخب الكويت. مرسوم بشار، جاسم الهويدي ينزله، شوف هذا العدد، شوف حلو يا بشار، هذه اللعبه الجماعيه. يا سلام يا جاسم، احنين على الكره، حلو يا عصام، يا سلام عليك يا عصام، قلتك المدافع يسجل، صح سجل المدافع،
دافع المتقدم اللي هو عصام سكين من الخلف يتقدم ويسجل الهدف الثاني. سجل الهدف الثاني 2-2 منتخب الكويت في هذه العادة. شوف يا سلام يا حلو يا حلو يا بشار، احلى يا جاسم، وانت اجمل يا جميل، يا سلام يا سلام. كرة عندي اخرى ايضا تفرز وتلعب جول جول جول. شفت الكرات العالية، الكرات العالية مهمة جدا، الكرات العالية اللعب الكرة وتسجل جول من ركنية لصالح المنتخب الاماراتي. هدف تسجل في الدقيقة 9 في الدقيقة 9 على الشيخ عبد الله بن زايد. تحدث مع الشيخ احمد الفهد، احمد الفهد غير راضي طبعا على الجول في الدقيقة 9 او في الدقيقة 10. هدف للمنتخب الاماراتي، هدف للمنتخب الاماراتي. 2-1 تصبح النتيجة 2-1. معليش شدوا شدوا شد شد اكثر شد. اللي سجلها رقم 5 حسن السهيل، حسن السهيل، حسن السهيل رقم 5 هو اللي سجل. هذا اللاعب يرفعها محمد علي، محمد علي سجلها وفي المرمى، في المرمى 2-1 2-1 متقدم منتخب الكويت الوطني. تلعب الى جاسم، الى جاسم الهويدي تلعبها على طول تنقطع. كان متقدم منتخب الكويت الوطني 2-0 في الشوط الاول. استطاع المنتخب الاماراتي تسجيل هدفه، توصل الى بدر، حلوه ملعوبه مع جاسم، حلوه لجاسم، جاسم بالروح قلبي قلبي الله الله بالروح قلبي بالثالثي الله 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 الله. يا كره مغفوله بين بدر وجاسم، قول لي منتخب الكويت يا جاسم الهويني شو تسوي بهالدوره، شو تسوي يا جاسم؟ جول جول في الدقيقة 19 2-1 3-1 3-1 3. يا سلام يا بدر، يا سلام يا نجم يا بدر، حلو يا جاسم شوت جول الله علقها جول 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 3-1 3-1. 8 أهداف جاسم مسجل في الدورة، 8 أهداف أنت خليجي 14 خليجي جاسم الهويدي. شوف 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 وين يصيدها، وين وين يصيدها، صعبة صعبة جدا. شوف الكاميرا من الخلف شو رايحة وين فوق، شوف شو تلف. جول 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 في الدقيقة 19 جاسم الهويدي، في 19 3-1 3-1. يلا يلا، لما قلنا لك ان الكرة اللي طلعت ترفع ثقة اللاعبين لا تاخذنا الفرحة وننساهم ايضا. توصل بشار الى بدر، الى بشار، بشار جاسم الهويدي يقطع له، بدر معاه حاول يعدي بشار ويعدي، بدر طالع له ويعدي الى جاسم. جول جول يا بشار يا جاسم، شو تسوون شو تسوون؟ 4-1 كان واحد قايل لي 3-1 عبد الله، لكن 4-1 الان 4-1 يعني زيادة واحد. قول 4-1 في الدقيقة 25 جاسم الهويدي متألق. حلو يا بشار، لا ما ننسى اللاعب اللي صنع صنع الهدف بشار. شوفه شوفه حطها جاسم، حطها اي والله حطها. قول قول في الدقيقة 25 يعني 9 أهداف جاسم الهويدي. نبيك تكسر عدد الأهداف، ماني قايل اسمه اللي مسجل 10 لاعب النظام، انما ابيك تسجل انت 10، ابيك تسجل 10. شوف الإعادة راح يغير لاعب هاني، وطلع مكانه حسين الخضري، طلع حسين الخضري. في 2007 في خليجي 18 في دولة الإمارات العربية المتحدة التقى في المباراة النهائية فريق الإمارات وعمان، وهذا التنافس الكبير دائما يكون موجود كلا الفريقين، مثل السعودية والكويت، مثل البحرين وقطر، هكذا كانت الدربيات، مثل أيضا حتى في الدوريات. وحقق المنتخب الإماراتي كأس البطولة، وكان كابتن الفريق أنذاك سمعة أو إسماعيل مطر. دعونا نعود ل 2007. إبراهيم جمعة، خالد الى درويش، وطويلة على طول ملعوبة وهجمة لصالح المنتخب الاماراتي بالجول. اسماعيل يسجل جول، جول اسماعيل، اسماعيل مطر الهدف الخامس في البطولة. هذا اللاعب الخطر اكيد احسن لاعب في الدورة، خلاص على الجول الحلو، فرصة قبل دقيقة وهذه جول
يعني كيف يتعامل المنتخب اللاعب الاماراتي او اللاعب العماني مع الفرص بجديه. وهدف حلو وفي الدقيقة نبدا بنقول عليها الدقيقة 73 من عمر المباراة، 73 من عمر المباراة، باقي 17 دقيقة اسماعيل يستطيع تسجيل هدف. اسماعيل مطر شوف قوية وفي الزاوية البعيدة شايفة على طول. صعبة جدا على الحارس الهدف حلو. اسماعيل مطر جول. اذا الامارات 1-0 عمان، وهذه كورنر للمنتخب. احبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة اهداف، ان شاء الله استمتعتوا في مجموعة من الاهداف، ان شاء الله باكر لكم اهداف جديدة ان شاء الله. نشوفكم على خير، فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.